بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 20/10/2020، الوحدة الثانية من مادة Advanced Operating System CS331، وهي مادة متقدمة، مادة هاردوير متقدمة لطلاب الاي تي بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك، المدرس الدكتور عبد الخطيب. يتحدث هذا الشابتر عن الاوبريتنج سيستم ستراكشر، عن هيكلية وبناء الاوبريتنج سيستم. الآن المضمون والأهداف اللي راح نناقشها بهذا الشابتر هي 10 دروس متكاملة. أهم درس، أول درس، إنه شو الخدمات اللي لازم تقدمها نظام التشغيل للمستخدم. يعني أنا بدي أبني نظام تشغيل، شو الأساسيات اللي والخدمات الأساسية اللي لازم يقدمها نظام التشغيل للمستخدمين للإند يوزر. الآن شو الانترفيس اللي بيستخدموها، وبعض المفاهيم مثل السيستم كولز، انواع السيستم كولز وبرمجيات السيستم كولز، السيستم بروجرامز، الفرق بين السيستم كول والسيستم بروجرام، الديزاين امبلمنتيشن للاوبريتنج سيستم، كيف بيتم تصميم الاوبريتنج سيستم، الاستراكشرات الموجوده. لاحظ اسم الوحده او اسم الكتاب هو استراكشرز، الاستراكشرات الموجوده، بعض الديبجنج والجنريشنز والبوتينج لبعض الأنظمة الحديثة. ففي 3 أهداف رئيسية، إنه احنا نوصف السيرفيسز اللي لازم تقدمها الأوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، نناقش الاستراكشرات ونعمل. الآن أول شيء بدنا نناقش الخدمات. الآن أنا كفريق لإنشاء مثلاً نظام تشغيل ويندوز أو أندرويد أو آي أو أس، يعني هاي أنظمة التشغيل العالمية، أو لينوكس للسيرفرات، أو أوبنتو، أو أي أوبن سورس من أنظمة التشغيل، بهمني أنا يكون في أساسيات أقدمها للإند يوزر بطريقة سهلة. من أهم الأساسيات هن 9 أساسيات رئيسية أو 9 خدمات رئيسية بقدمها الأوبريتنج سيستم. أوبريتنج سيستم provides an environment for execution programs and services to the end user. فأهم شيء إنه ننفذ البرامج. الآن بننفذ البرامج من خلال اليوزر انترفيس، بيقدم واجهة تشغيل زي الديسكتوب اللي بنلاحظه بالويندوز، يوزر انترفيس لليوزر مشان يستخدم الجهاز ويبلش يعمل اكسكيوشن لملفاته وتنفيذ لبرمجياته. الثانيًا بيقدم بروجرام اكسكيوشن، أنا بدي أبرمج برنامج مثلاً على الانتربريتر أو على البايثون، بعد ما أكتبه بدي أنفذه وأطلع الأوتبوت تاعه. بدي أشتغل على بعض الانبوت أوتبوت ديفايسز ويقدم لي خدمات الويندوز يدير هاي الأوتبوت انبوت ديفايسز. بدي أشبك مع الجهاز سكانر، بدي السكانر يشتغل، بديش أتغلب بتشغيل السكانر، السكانر يشتغل بكفاءة. بدي سماعات، السماعات بدي تشتغل بكفاءة. فالانبوت أوتبوت ديفايسز كثيرة اللي بتتصل بالجهاز. ممكن جهازي بدي أربطه مع درون ويلتقط صور وفيديوهات من الدرونز لما يطير، أوجهه من خلال الكمبيوتر. فبدي الخدمات هاي تكون موجودة بالويندوز، مش أروح أنا أضطر إني أبرمجها كيف بدي أشغل هاي الأجهزة اللي بدي أربطها. الفايل سيستم مانيبوليشنز، إدارة الملفات. إدارة الملفات كلياتنا إحنا بديهية صارت عندنا، إنه أنت بتنظم جهازك، بتوضع لك مجلد على الدي، بتوضع فيه المواد الأكاديمية اللي بتدرسها، مثلاً بتقول هذا المجلد أو هذا الفولدر هو للسي أس 331 الـ Advanced Operating System، توضع فيه الاختبارات، التمارين، الباوربوينت سلايدز الخاصة فيه، الفيديوهات اللي خاصة فيه، البرمجيات اللي خاصة بهذا. فهي عملية هي الديليت، الكوبي، البيست، الكرييت للفايلز والفولدرز، واحدة من خدمات الفايل سيستم مانيبوليشن، الملفات. فالويندوز بتقدم هاي الخدمة. لنفرض انك بدك بعد سنة سنتين ترجع تدرس مادة السي اس 331 او تدرب عليها وركشوب، ونسيت وين انت خزنتها، بتعمل سيرش، بتقول انا بدي الادفانسد اوبريتنج سيستم او الاو اس، مادة الاو اس. السيرش هاي بتقدم لك اياها الويندوز، الخدمه بتودي لك بتوديك على الاماكن والفولدرات والملفات الخاصه بهاي الماده. ممكن المجلدات والفولدرات مش بنفس الاسم، تبحث انت داخل الملف، بتخل الويندوز
او نظام التشغيل بيعطيك امكانيه انه يفتح لك الملفات الموجوده ويقرا لك الداتا اللي جواتها. بتقول انا بدي ملفات الوورد او بدي تبحث لي بملفات الباوربوينت اللي تحتوي على الاو اس او الاوبريتنج سيستم على انظمه التشغيل، فبجيب لك اياها انت من خلال السيرش هاي تقدر توصل للملفات اللي انت خزنتها قديما. فاذا الفايل سيستم مانيبيوليشن مهمه، واحده من الخدمات المهمه، كوميونيكيشن عمليات الاتصال والربط والبرا والبروسيسنج اكسشينج انفورميشن تبادل المعلومات، خاصه انه انه الكمبيوترات كلها الان واللابتوبات والكمبيوترات اللوحيه والسمارت فونز مربوطه على شبكات الانترنت بالواي فاي والوايرلس، فاذا الكوميونيكيشن ضروري. الويندوز لازم يكون فيها برامج قادره على عمليات الاتصال، ومع الكمبيوتر يكون في جهاز قابل للاتصال بالشبكات سواء سلكيا او لا سلكيا. اذا بتلاحظ الديسكتوب حتى مش اللابتوب، اللابتوب بيجي بكارتات وايرلس وبرتبط مباشره، حتى الديسكتوب بتقدر تضيف له انت كارت وايرلس من خلال اليو اس بي، بتشتري لك كارت بدينارين ثلاثه وبتربطه مع الخلوي وبتربطه مع النت. الايرور ديتكشنز، الاوبريتنج سيستم هي عباره عن برنامج تشغيل، ننتبه لهي النقطه. الاوبريتنج انا راح اوقف عند هاي النقطه وارجع اناقشهم بالتفصيل. الاوبريتنج سيستم نظام تشغيل تم برمجته، ومعظم انظمه التشغيل على الويندوز تم برمجتها على لغات الهاي ليفل لانجويج اللي هي السي والسي بلس بلس. الان بما انه برمجوها تيم راح يطلع فيها راح يظهر فيها اخطاء اثناء تنفيذ الاند يوزر، يعني نفرض انهم برمجوا ويندوز 10، برمجوا ويندوز 7 قبليها، برمجوا ويندوز اكس بي قبليها، طب ليش انتقلوا من الويندوز اكس بي للويندوز 7 بعدين للويندوز 10؟ بصير في بعض الاختراقات وبعض الاخطاء ببرمجه الويندوز بتظهر من خلال الفيدباك للاند يوزر. الفريق اللي بيشتغل على تطوير انظمه التشغيل، خلينا ناخذ نظام تشغيل الويندوز 7، الان بيظل يودي ويبعث لك باتشات، كل ما انت تربط كمبيوترك على السيستم بقول لك في باتشز فايل، باتشز رقعه على اساس انه انت تضيفها اوتوماتيكيا بيودوها الشركه مشان تحسن على بعض الاخطاء اللي ظهرت بالاوبريتنج سيستم نظام التشغيل الويندوز 7. الان بيظلوا يرقعوا بها رقعوا بها حتى يوصلوا لمرحله انه ما بيقدروا يصلحوها عن بعد ويظهر فيها اختراق صعب تصحيحه، بينتقلوا للفيرجن اللي بعديها. بيوقفوا دعمهم وسبورتهم للويندوز 7 وبروحوا بينزلوا نسخه جديده مثل ما نزلوا لنا الويندوز 10، والان اي اختراقات او اي اخطاء بتظهر او اي نواقص بتظهر بالويندوز 10 ببلشوا يعدلوا فيها. اذا بتلاحظ بقول لك في اوتوماتيك ابديت للويندوز 10 كل ما انت تشغل جهازك او بعد اسبوع او بعد اسبوعين حتى انه يعدل الاخطاء اللي ظهرت فيها. فهي الفكره من الايرور ديتكشنز انه قابل على انقاذ نفسه. السبورت تيم بيودوا اي اخطاء بتظهر بيودوا لها برمجيات مشان يعدلوها. وهذا هذا الايرور ديتكشن بنلاحظ انه موجود في كل البرمجيات اللي بنشتغل عليها، حتى الفيسبوك بقول لك بعد فتره في تحديث، اذا انت رفضت التحديث مرتين ثلاثه بقول لك صارت الفيسبوك القديمه نسخه قديمه عندك ويجب انك تحدثها لانه مش متوافقه مع البرمجيات الجديده ومع النسخ الفيسبوك الجديده اللي على الاندرويد او اللي على الديسكتوب، فبيضطرك وما بخليكيش تدخل على البرمجيه الا لما تحدثها. الواتساب نفس الشيء. فاذا حتى راح يصير عندنا بالمستقبل او هو بجزء موجود سيارات التسلا بيحكي لك نظام التشغيل تبع السياره الان يوزلس، في خرائط جديده وفي تقنيات جديده لسياره الكهرباء هاي اللي هي بتعرفوها سياره التسلا اللي موجود الان بيعملوا عليها تجارب عبر العالم وقاعدين بيبيعوها بمبالغ حتى ينتقلوا من السيارات الديزل الى سيارات الكهرباء. التسلا العملاقه السيارات الكهربائيه بيبعث زي ما بيبعث للخلوي بيبعث لها برنامج وبيحدث برامجها التشغيليه. في ثلاثه كمان سيرفيسز المفروض انك انت تقدمهم ويندوز او بنظام التشغيل اللي راح تشتغل عليه، اللي هم الريسورس الوكيشن، الاكاونتنج والبروتكشن. هذول الريسورس الوكيشن والاكاونتنج والبروتكشنز بدنا يجيهم من زاويه اخرى. اذا تسع خدمات رئيسيه لازم يكون موجودات بنظام الاوبريتنج سيستم.
قبل ما ادخل بتفاصيلهم سيرفيسز مهم انه نعرف منها وايضا يجب ان يتفاعل بالنشاطات المطلوبه منه حتى يحقق العلامات وتوصل لها الفائده. الان نرجع لتسعة سيرفيسز بالتفصيل اللي اخذناهم الرسم هاي واجهه تفوت على الفيسبوك من خلاله بتروح على الانتربريتر السبايدر تبع البايثون وبتحل برامجك. فاذا اليوزر انترفيس هو هيلبفول. هذولا الستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بدكوا تعرفوا إملاهن. هذولا ست خدمات بيقدمهن الأوبريتنج سيستم، وهذولا هيلبفول لليوزر، بيساعدن اليوزر. أصلا هن اللي بنجحن الأوبريتنج سيستم وبيخلن الويندوز أكثر انتشارا من اللينكس أو من الأوبنتو أو من خلن مثلا التاتش سكرين الاندرويد اكثر انتشارا من غيره، من النوكيا وغيره، من اللوميا وانظمه التشغيل الاخرى. ففي تنافس من الشركات بتقديم الخدمات بطريقه ميسره للاند يوزر. شو هم الخدمات؟ الست الهيلبفول، تتذكروا ان هذول هيلبفول، مساعدات للاند يوزر. يوزر انترفيس، واجهه التطبيق، وراح ناخذ ثلاث انواع من واجهه التطبيق الان خاشين بتفاصيلهم. البروجرام اكسكيوشن، البروجرام اكسكيوشن انتم كطلاب كمبيوتر لازم ما تنسوهاش، اللي هي انتم بتطبقوا عليها برامج البايثون وبرامج الكوبول وبرامج السي بلس بلس والفيجوال بيزك، برامج الاوراكل تاعت الداتابيز. ففي برامج كثيره انت بتطبق من خلالها البروجرام اكسكيوشن. اصلا كل شغلنا احنا الكمبيوتر على البروجرام اكسكيوشن، ان نعمل برامج، ان ننفذ هاي البرامج. حياتنا كلياتها مبنية على هاي الخدمة. بكرة رح نشتغل بمراكز فيها مثلاً بنك أو مراكز حاسب في مؤسس كبير، في شركة، في مصنع، أو مركز حاسب في وزارة، أو مركز حاسب في مثلاً رواتب، أنظمة رواتب، فكله بدك تطور عليه، أو في شركة برمجيات متقدمة. الIO Operating System، الInput Output Operations، الويندوز او نظام التشغيل، يجب انه يدير هاي الاجهزه اللي انت بتوصلها. الان في زميل الي اشتغل بالمؤسسه الاستهلاكيه العسكريه، بقول كان همنا اول ما احنا بلشنا نحوسب بالمؤسسه الاستهلاكيه العسكريه وباسواقها كيف الباركود بده يقرا القطعه صح، واذا كانت القطعه موقفه عن البيع من المركز الرئيسي وهي موجوده لنفرض مثلا بسوق الاربد، الآن لما يجي تبع الكاشير اللي بإربد بده مررها على السكانر وهو ناسي إن هاي القطعة موقفة، والزبون إجا أخذها عن الرف رغم إنها موقفة وبده يشتريها لأنه عارف إنها راح تغلى القطعة مثلاً أخرى يومين وموقف عن البيع، يجي يقول له تبع الكاشير لما يمررها على السكانر الباركود سكانر يحكي له هاي القطعة مش للبيع، هي على رف الحجز لأنه توقف البيع عنها من المركز من عمها. فهي إدارة للIO Operations. أنا بجيب لكم أمثلة مشان تعرفوا قديش أهمية الIO Input والOutput Devices وكيف أنت تتحكم فيهم. وصلنا بمرحلة وإحنا نبرمج للشكات بالبنوك وبالوزارة إنه المحاسب عندنا بيطبع الشك، إذا كانت الطابعة مش واصلة بيطبعه مرة ثانية ومرة ثالثة للزبون. كنا نخلي المحاسب بالبنك ما يطبعش الشك إلا مرة واحدة، لانه ممكن انه يطبعه مره ثانيه ويحطه بجيبته ويصرفه مثلا ويصير فيه اختلاس مالي. فحتى احنا نكون دقيقين بالانبوت اوتبوت اوبريشنز، مجرد ما طبع الشك لمره واحده للعميل خلص الشك ما بنطبعش، نعمل عليه بلوك السيستم تبع العميل وخلص ما بنطبعش له شك ثاني الا تم انه يراجعنا المحاسب المالي اللي ورقيا عن طريق رئيس شعبته وقول والله الطابعة ما كانت الشغالة، صار في عندي خطأ بالطباعة، ونعمل له حركة يدوية ونبرمجها يدويا ونرجع نفعل له إياه، يعني راح يتغلب. فهو بيجي بعديها المحاسب
بتأكد إنه الطابعة شغالة، أو بجرب أول شك وثاني شك تجريبي بتأكد إنه ورقات الشكات موجودات على الطابعة الإلكترونية صحيح، حتى إنه يطبع الشك 100% وما يخطئش. فأنت بدك تدير، يعني أنت كمبرمج بدك تدير العملية برمجيا بطريقة مرتبة. الفايل سيستم اللي هي كيف نعمل فولدرات، كوميونيكيشن كيف نتصل بالشبكة، الايرور ديتكشنز إنها الويندوز ما بتخطي وإذا أخطأت بتنقذ حالها وما بتضيعش عليك شغلك. الآن الجزء الثاني الثلاث الثانيات اللي هم الريسورس الوكيشن، الاكاونتنج والبرودكشن والسكيورتي، على فكره ما شرحناهم مش احنا من خلال السلايد، هذول شويه بيشتغلوا على الافشنسي، متذكرين لما قلنا احنا البيرفورمانس والافشنسي تبعت الاوبريتنج سيستم، لكنهم بيغلبوا الاند يوزر. فالاند يوزر بيقدرش يدخل الا اذا كان عنده حساب على نظام القبول والتسجيل له رقم جامعي وباسورد. خلينا نيجي نجيب مثال من عندكم. الريسورس الوكيشن بيقدرش يروح يخصص مثلا 4 دقائق او السي بي يو انها تشتغل لبرنامجه. السي بي يو في عليها خوارزميات الفيرست كم فيرست سيرف او الراوند روبن او هايبريد بيناتهم، بحيث انه بتعطيه سلايس من وقت السي بي يو، مش لحاله هو بروح بحجز السي بي يو تاعت السيرفر وبيشتغل عليها 4-5 دقائق او ساعه لحاله وبعطل شغل الدائره الثانيه. لا، اذا الريسورس الوكيشن ولا بروح بحجز 4 جيجا من الميموري لحاله، لا، الميموري بتعطيه عقد ما بده من خلال نظام الاوبريتنج سيستم. فلاحظ هاي بتقيد شوي الاند يوزر مشان يظل نظام الاوبريتنج سيستم كله اللي بالازرق هذا فعال لكل اليوزرات مش ليوزر واحد بيجي تخصصه. البروتكشن والسكيورتي، الويندوز بتحمي حالها من انه يجيها فيروسات من برا، والويندوز بتحمي حالها من خلال الميل وير والسوفت وير انه ما حدا يجي يدخل ويخترق الحساب تبعها. فخلينا نرجع شوي للصاد ها بس نعرف شو تعريفهم، اللي هم هذول efficiency للoperation system لكنهم بيغلبوا شوي الاند يوزر. الريسورس allocation، شو هم الريسورسز اللي بدنا اياهم من السيستم؟ بدنا نشتغل على السي بي يو، لكن السي بي يو مش على كيفنا بنشتغل عليها، في سايكلينج وفي شابتر بيناقش السايكلينج تبعات السي بي يو. المين ميموري الرام، انا بدي رامات حتى اني اوضع برامجي عليها. الفايل ستورج، بدي وسائل تخزين حتى اخزن عليها ملفاتي، طبعا لما انت بتحكي عن ملفات ضخمه عن بيج ديتا. بدي اشغل انبوت اوتبوت ديفايسز، برضه مش حكي في بشغل الانبوت اوتبوت ديفايسز حسب ما بتعطيني الاوبريتنج سيستم امكانيه تشغيلهم. الان حسابات، اهم شيء الحسابات اللي هو كلك يوزر نيم وباسورد تدخل من خلاله. البروتكشن والسكيورتي، البروتكشن بتحمي السيستم والسكيورتي بتحميه من الفيروسات وهكذا. فاذا الان هاي الاضافه اللي انا ضفت لكم اياها خلتك انت تفهم شو هم السيرفيسز المطلوبه. خلينا نيجي لليوزر انترفيس. اليوزر انترفيس اللي هي واجهه التطبيق، واجهه التطبيق الام اللي هي الكوماند لاين، وكثير انا بنفذها قدام الطلاب، اللي هو انت روح اكتب هون سي ام دي على الويندوز، يجي بيطلع لك الكوماند لاين برومبت. من خلال الكوماند لاين برومبت هذا بامكانك انت تروح على المجلدات والفولدرات جوات ال، لا بدناش الاناكوندا كوماند لاين، بدنا الويندوز كوماند لاين. كوماند لاين هاي الكوماند برومبت، ايوه هذا الكوماند برومبت. فبامكانك تروح انت على السي روت، سي دي روت، هاي انت على السي. روح مثلا خلينا بالله نشابه بتوين ال، يعني بدي ازيحها هون شوي ونيجي احنا وياك شويه حتى نفهم الكوماند لاين. يعني طلاب كمبيوتر ما نفهمش الكوماند لاين مشكله حل. خلينا نيجي هون هاي السي، انتبهوا عندي هون انا على السي بدي اعمل هون ميك دايركتوري. ميك دايركتوري هي اختصار ام دايركتوري. ميك دايركتوري بدي اسميه 1 CS 301. الان ميك دايركتوري، ميك دايركتوري كاني خطيت بالامر، سي اس 331 ام دي، اتوقع ام دي سي اس 331. اوكي الام دي هي اختصار لميك دايركتوري، سي اس 331 اللي هي مادتنا. لو جينا لهون على هاي الفولدر اللي احنا عملناه، بدي اعمل له ديليت كمان مره. هاي ديليت، عملت له ديليت، ايوه لحظه، هاي حركه الديليت في عليها كمان شويه.
MD 1 شحطة CS301. الآن صار عندي فولدر اسمه CS1 CS. الملف هذا أنا عملته من خلال الـ CLI. شو هي الـ CLI؟ الـ Command Line. كمان بقدر أنا أعمل ملف جواتها من خلال الـ Command Line. فحركات الـ Command Line هاي كنا نشتغل عليها قبل ما تطلع الويندوز، اللي هي الـ CLI الـ Command Line Interpreter. زي ما شفتوا في Command Line CLI، مشان نفهم شو معنى CLI. Command Line Interpreter اللي هو زي الكيرنل تاع الدوس هذا اللي اشتغلنا عليه، عبارة عن شل، اسمه شل، واجهة تطبيق شل، شفنا كيف طلعناها، نقدر من خلالها ندير الملفات، نعمل ديليت وكرييت ومانيبوليت للملفات، لكن احنا صرنا نعملها على الاي بي اي، على الايكونز. فانا بطلت انا اجي على السي واعمل ميك دايركتوري، صرت اروح على السي مباشره من هون واقول له كليك يمين و نيو فولدر 1 شحطه سي اس 301. الان بيقول لي موجود هذا الملف، بحكي له اه موجود، بدنا نغير اسمه لانه احنا ما عملناش ديليت لهذاك. هاي 1 وين هاي 1، اجي بعمل هذا له تغيير مثلا اولد وبضيف الجديد. فهي الحركات بروح بنادن الاصل من الويندوز اللي هو الكوماند لاين، فهي برايمري فيتش زي ما هو حاكي، وهي عبارة عن شل وموجودة في كل أنظمة التشغيل، بتشتغل أول ما يشتغل الكيرنل اللي هو الويندوز وبتظل موجودة معه. هاي الشل اللي موجودة بالماك، بأجهزة الماك نفس الأسلوب، ميك دايركتوري بس بدل الأكبر من إشارة الدولار ساين بيستخدموه مشان يخالفوا فيها. بعدين ظهر عندنا الديسكتوب بالماوس والكيبورد والمونيتور، صرنا احنا نشتغل من خلالها على الأيقونات، فأيقونة ملف، أيقونة فولدر، أكشن وهكذا. وظهر عندنا أنظمة تشغيل GUI، Windows GUI Graphical User Interface مع CLI اللي شفناه اللي هو Command Shell. والأبل كمان أظهرت الـ OS X من طرازات زي كيف Windows 10 في Windows 7 في أقوى للأوبريتنج سيستم زي Windows 10، واللينوكس أظهرت زي أقوى وزي Windows 10 والWindows 7 أظهرت CDE والKDE والجينيوم. هذول ثلاث طرازات لليونكس واللينكس. فبدنا نفهم انهم عبارة عن فيرجينات من الأنظمة التشغيل. ظهر عندنا كمان نظام التشغيل الخاص بالتاتش سكرين، سواء كانت على الديسكتوب او على السمارت فونز. التاتش سكرين انت ما فيش داعي تستخدم الكيبورد، حتى بطل في كيبورد وكبسات، صار يظهر لك فيرتشوال كيبورد اللي انت بدك تكتب فيها على الخلوي، فيرتشوال كيبورد، فيش داعي للكبسات والاحرف والكيبورد اللي هي اللي معروفة بكبساتها ورموزها، صارت تظهر لك virtual keyboard. صرت انت تتعامل مع الفويس كوماند والجوشر بالإشارات والإيماءات والأوامر الصوتية. يعني مثال على الأوامر الصوتية، بدنا الآن منكم مناقشة أمثل على الأوامر الصوتية. أنا راح أبدأ بأول مثال، مثال على الأوامر الصوتية. بعطي ابن صغير على أساس إنه يدخل على امتحانه على منصة درسك، بروح بمسك التليفون وبحط على جوجل فويس كوماند منصة درسك الصف الرابع باه امتحان إنجليزي، بده يظهر إن كلياته له، بده يدخله على امتحان شوي، بده يمتحن عنه الفويس كوماند. يعني هي خطوة خطوة، منقول منصة درسك بيجيب لك منصة درسك ماشي الحال، بس بهالتفاصيل هاي فمش رح يعني يوصل الكوماند أو الإيماء لهالدرجة. فهي مثال هو لابتوب ماك، فبيكون شكله زي هيك السيستم كول. الآن السيستم كول كطلاب كمبيوتر المعروف المفروض انكم تفهموها بحذافيرها. انت اول ما تعمل بوتستراب لجهازك وتعمل له بوتينج وتشتغل عندك الفيرموير، القصة اللي حكيناها المرة الماضية بالمحاضرة الماضية، ويشتغل عندك الكيرنل تاع الويندوز، الكيرنل تاع الويندوز اللي هو من ضمن الديسكتوب اللي بيظهر عندنا، راح يشتغل وراء الكواليس سيستم كولز كثيرة. السيستم كولز من ضمنها الانتربتس ديفايدد باي زيرو وغيرها. فالسيستم كولز لازم تكون موجودة مع الاي بي اي. الاي بي اي اختصار لابليكيشن بروجرام انترفيس، مثلها مثل الديسكتوب، تم برمجتها بلغات متطورة مثل السي والسي بلس بلس. إن شاء الله واحد منكم أو ثلاثة أربعة بصيروا مبرمجين بالويندوز والأنظمة التشغيل الحديث الاندرويد والآي او اس.
الآن ظهر عندنا طرازات الويندوز 64 والويندوز 32 API للويندوز وين 32 ويندوز 64 البوزكس API based لليونكس واللينكس. فمن نعرف البوزكس لمين؟ الويندوز 32 لمين؟ مبين هاي للويندوز. البوزكس لليونكس واللينكس والماكنتوش. الجافا API للجافا فيرتشوال ماشين لتطبيقات انه انت تكون عندك نظام ويندوز وتنزل عليه اوبنتو وتنزل عليه لينكس. اول معلومه هو اراد انه يشرحها بالتفصيل انه بده ينشئ ملف ديستنيشن من خلال ملف موجود هون. الان بدي انا انشئ ملف. انشانا احنا ملف، نرجع للملف اللي انشاناه على السي. هاي كمان مره انشانا الملف اللي هو md make directory. هيو الملف وين راح نجيبه عندنا هون. هاي ميك دايركتور، هاي موجود. اطلع على الحركه اللي انا بدي اعملها سواء ديليت او كوبي. هاي كوبي، بدي اروح جوات هون. هاي بيست، واضح؟ يعني اطلع على الحركه اللي بدي اعملها هون. هاي دي هاي ديليت، هاي ديليت. لاحظتوا الحركه هاي اللي بالاخضر اللي صارت؟ حركة اللي بالأخضر ديليت أو كوبي. لو بدك أنت تنسخ مثلاً 4-5 ملفات، خلينا نشيل هذا من هون. بدي أنسخ الملفات تظل كوبي وأروح على السي. هي حركة إحنا بنعملها تلقائياً، والأي يوزر ما بنتبه لها هاي بيست بيجيبهم هون. الآن الحركة اللي أنا عملتها هاي، بدي أجيب أنا ملف كبير شوي مشان يأخذ وقت. خلينا نجيب فيديوهات، أبدأ أجيب 4 فيديوهات من المحاضرات السابقة. هاي كوبي، وهاي اروح على المجلد اللي هون بيست. ايوه لاحظوا الحركه هاي اللي عملها. الان من وين انت نسخت؟ شو الانبوت اللي بدك تودي له الملف؟ اللي بدك تاخذ منه الملف؟ شو الاوتبوت اللي بدك تودي له الملف؟ هل في مساحه تتسع لهذا الملف؟ يعني تصوروا انا رحت وديتهم هذول على فلاشه حجمها 6 جيجا، راح يقول لي انه لا تتسع مباشره، مش بروح بنسخهم، بيحكي لي لا تتسع وبروح بفحص المنطقة. طبعا احنا اتوقع انه فيش عندي هون. شوف في عندي، بدنا نعمل اغراق لبعض، لو في عندي فلاشة كان طيب مش مشكلة. نرجع للموضوع اللي هون. فالموضوع اللي هون احنا كطلاب كمبيوتر لازم نعيه، احنا الملفات اللي بدنا ننسخها من وين بدنا ننسخها؟ من السورس الى الديستنيشن. فبدنا اول شيء نحصل على الانبوت فايل، اكواير ذا انبوت فايل. هاي الحركات كلياتها بدك تبرمجها بالويندوز، هاي برامج كلياتها بالويندوز مشان تعمل عملية الكوبي والبيست. اكواير انبوت فايل مين؟ رايت برومبت تو سكرين. شفتوا البرومبت هذا الاشارة اللي بالاخضر اللي بتطلع بالسكرين؟ اكسبت انبوت، يعمل تشييك ويقبل الانبوت. اكواير اوتبوت فايل، روح على الموقع اللي بده. رايت برومبت تو سكرين، اكسبت انبوت، اوبن ذا انبوت فايل. اف فايل دازنت اكزيست ابورت، يوقف العملية إذا مش موجود الملف. create output file if file exists a port loop مش عارف إيش read. فهاي كلها برامج بدها تشتغل، وهاي برامج system calls من خلال الكيرنل حتى تعمل عملية الكوبي بيست. يعني أفضل مثال أنا بدي أخذه، بدي أعمل copy من ملف text file. هاي في عندي هنا مثلا test السيستم كول، سيستم كول. هاي بيست، هاي سيف. الان هذا الملف كوبي، وبدي اروح انا اخزنه جوات ملف ثاني وورد. هاي في عندي هنا وورد دوكيومنت فايل، وهاي بيست. شوف كيف خزنه. طيب الان بدي اروح على السيف، بدي اروح على الملف اللي هون اخذ منه قطعه صغيره، واروح على المجلد اللي هون اللي هو ال 31 هذا هون بالمنطقه الفاضيه، واقول له بيست. في بيست معي؟ ما فيش معي بيست. اقول له arbitrary paste، برضى يعمل paste؟ ما برضاش يعمل paste لاني اخذت سطر لازم اوضعه في ملف ثاني. فهي الحركات كلياتها تم شرحها هون، وهذا اصغر مثال على امثله السيستم كولز.
اللي انت لازم تكون واعيها كيف تبرمجها بهذا الاسلوب. سلايد ها طبعا بيوضح كيف انت برمجته بالسي. لاحظ انكلود اي اس تي دي اللي برمج سي معنا زمان لما راح تخزن فيه وين راح تودي المعلومات وهكذا. ما بدنا احنا نرجع نبرمجه، هو مبرمج جاهز، بس ريد بين قوسين اللي هو كيف تطلع.